ملك الموت لابد أن شكله مرعب. اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت، هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل يموت، وهذا دليل أن الموت ما هو سهل حتى على الصالحين. الله يصلحنا ويهديني ويجعل من اللي ختمتهم زينة. صدق والله؟ لا صدق والله. إن شاء الله أبي أوريكم فيديو البنت قبض روحه ملك الموت قدام الكاميرا، والله يا عيال أنه جالسة تلفت وطايرة عيونه وكأنه شافت عالم جديد مرعب. فيديو فقع قلبي والصغار ما أنصحهم يكملون. أبي أوريكم الفيديو. خلاص يا أخي الله يخليك، أتعشتنا مع شغلك. بوريكم الفيديو الحين، تفضلوا. بندسني İyi ki geldin hayatıma. Sen biliyor musun benim dün doğum günümdü. Gerçekten. Evet, seninle aynı gün doğmuşuz biliyor musun? Senin de doğum günündü, benim de doğum günümdü. Abla bir şey oluyor. Yok bir şey olmuyor, ben buradayım, yanındayım. Merak etme. Ne abla? Bir şey olmuyor aşkım, merak etme, ben yanındayım. Tamam, ben yanındayım, hiçbir şey yok. Ay abla. Ablam? Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne görüyorsun aşkım? Raziyem. Raziyem. Aşkım. Raziye. Raziye. Aşkım. Raziye. جاء وقت الحق وأصبحت ما هي فاضية لمجاملات أختها. عيد ميلاد ما عيد ميلاد، ما عنده وقت للكلام الفاضي. جاء وقت الحق وصار بصرة حديد. وش كان همه بالدنيا؟ وش كانت نواياه وتفكيره؟ هل سرقت؟ هل جرحت وضرت نفس؟ هل حسدت؟ هل كانت تنم وتتكلم بظهر غيره؟ جاء وقت العدل، ليفوتك الأوان أنت. يا ليت أنصح نفسي. ويقال إنه ماتت بنفس اللحظة. السلام عليكم. لا إله لا. لا إله إلا الله، استغفر الله. الحمد لله خلص رمضان وابتلت العروق. ألف مبروك للي ناجحين ومعطلين، واللي سقط يحب التعليقات هذا الإيموجي وبواسي وعطي قلب. المهم اليوم بطير عقولكم مخاطرة، هذا الفيديو ما هو للخوافين فقط للمعضلين. أهم شيء يسعدوني باللايك معليكم أمر يا محبينا، واشترك عندنا إذا كنت ضيف جديد. أنا بيبسي وخلونا نبدأ. ثاني فيديو وللأمانة من أغرب الفيديوهات اللي مرت عليه. هذا الفيديو الأسد ومعروف ملك الغابة بشجاعته، ولكن هذا الفيديو راح يوضح لنا أن في كائنات خفية عن عيوننا أقوى من الأسد. شوفوا الفيديو ودققوا، راح تلاحظون الأسد كأنه بمبارزة مع كائن خفي، وراح تلاحظون أن الأسد كأنه خايف. وفجأة تم قبض روح الأسد. امسكوا عقولكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو. وش الطاقة الخفية اللي قبضت روح هذا الأسد؟ شيء لا يعقل سبحان الله. يقولون في سؤال نادر دائما نطرح، يقول هل نحن وحدنا؟ ثالث فيديو وهذا الفيديو مخيف، يأكد لنا أن الحياة ليست لنا فقط. كاميرات المراقبة التقطت هذه اللقطة المخيفة، اللقطة القط، وخلف هذا القط نسخة أخرى. أتمنى أن الفيديو ما يكون مزيف بيسقونا علينا. لا نطلع من مود الرعب، امسكوا لقلوبكم وشوفوا الفيديو. صراحة الفيديو مخيف، ولكن بعد ممكن يكون ملقلق.
رابع فيديو، وهذا الفيديو لشخص مغامر وهو متجه وناوي يكتشف احد البيوت المهجورة، بصدفه وبدون لا يدري الكاميرا التقطت كائن غريب يطير حول هذا المكان، علما ان الطيور ما تطير بالليل سبحان الله الا باتمان. ما ابي طول عليكم، امسكوا لي قلوبكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو. هذه المستودعات اللي ما دخلت فيها امس. دقة المقطع بس اهم شيء ان شاء الله انكم شفتوا الفكرة، يعني شفتوا الفيديو وين رابطوا. خامسا، وهذا الفيديو مشهور جدا ولكن ممكن اغلبكم ما شاف هذا الفيديو. فتاة طالعة وماسك الجوال وجالسة تصور، وبالصدفة طلعت يمين السيارة بدون سواق. طبعا انا متأكد انه ممكن كان يطقطق بجواله ومنزل راسه لان حتى الجن ما يطلعون الظهر. المهم امسكوا لعقولكم وشوفوا الفيديو. طبعا بالنهاية لو تركزون كأن في واحدة لابسة عبات داخل السيارة. سادسا وآخر فيديو من غير شر، هذا المقطع مصور بكولومبيا، ومعروفة كولومبيا به أغلب القصص الشنيعة وأغلب القصص المرعبة تصير بكولومبيا. ما علينا، كاميرا المراقبة التقطت هذه الفتاة وهي تمشي بحركة ما هي طبيعية وطالعة بوقت متأخر من الليل. حماني وحماكم الله، شوفوا لي الفيديو. وبس أهنيك إلى وصولك إلى هذه الثانية، أشكرك على قوة قلبك رغم أن مقطعنا اليوم ما هو مرعب مرة، أغلبه أشياء خفية وأغلبه أشياء ما هي طبيعية. وعلى فكرة ترى كل الفيديوهات هذه اللي تشوفونها ما هي مني أنا، كلها منكم أنتم يلي تسووا لي منشن بالتيك توك وأنا أخذ هذه المقاطع وأجمعهن وأوريكم إياهن. وبس هذا نهاية مقطعنا، أهم شيء اللي يصل إلى هنا يحط هذا الإيموجي واكتبوا لي تحت بالتعليقات وش تبون الفيديو القادم. وبس ما ننسى أن الحياة جميلة، خلنا نعيشها بجميع تفاصيلها. وبس مع السلامة.